شكرا يا فندم. هو احنا بداية الطرح سيادتك كان في السابق سعر الكراسة كان بيتراوح من 2000 ل 2500 جنيه. وصل سعر الكراسة اللي فيها الشروط من 300 ل 500 وفقا لمساحة الوحدة اللي هو بيطلب اللي هي يتم تخصيصها ليه. كنا بناخد مصاريف فحص وتكاليف معيارية، كانت سيادتك بتتراوح بتصل حدها تقريبا لغاية 15000 و17000. تم إلغاء هذه المصاريف بالكامل، ما بناخدش أي مصاريف للفحص ولا للترسية. كان مقدم الحجز الجدية بعد ما بيتم الترسية عليه 50000، وصلت حدات 10000. تم إتاحة هناك مساحات مختلفة طبعا، بتبتدي من أول 48 متر لغاية 700 متر الوحدات وفقا لطبيعة كل مجمع. تم إتاحة مساحات متعددة، يعني اللي عايز يعمل مساحة أكتر من 700 متر متاح ليه ياخد لغاية أكتر من 8 وحدات نقدر إن إحنا نفتحهم وإن هو يبقى مصنع متكامل لو هو دراسة الجدوى ومشروع يتطلب هذه المساحة. كل دي حضرتك إجراءات. في إجراء مهم لو أنا قلته، كان اللي ما بيتمش الترسية عليه ويحب يتظلم كان بيدفع سيادتك مصاريف تتجاوز ال 11400 جنيه. طبعا كل ده تم الغائه في سبيل ان احنا من طرح هذه الوحدات الغرض الاساسي ليها هو فعلا اتاحه اماكن ومصانع مجهزه بالرخصه وتكون جاهزه فعلا للتشغيل الفعلي. بجانب هذا احنا وفرنا حضرتك برامج تمويليه متخصصه، سواء زي ما سيادتك افادت من خلال جهاز تنميه المشروعات بيصل تمويل ممكن لكل مشروع لغايه 10 مليون جنيه، راس مال عامل والات ومعدات، ومن خلال التعاقد مع اكثر من 10 بنوك برضو لتوفير التمويل الميسر. واحنا ان شاء الله في سبيلنا لطرح باقي المجمعات بعد الانتهاء من بعض الاعمال البسيطه جدا الخاصه بالتشطيبات النهائيه. شكرا. شكرا جزيلا.